أعتقد أن الحدث البارز في زيارتي اليوم هو وضع حيز الاستغلال لفندق شيراتون، هذا الفندق الكبير ذات الطراز الخمس نجوم ذات المستوى العالي الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية. اليوم سيوضع حيز الاستغلال كمشروع كبير أقره أيضا فخامة الرئيس، وهو إعادة الاعتبار وتأهيل المؤسسات الفندقية، تأهيل المؤسسات الفندقية بمبلغ حوالي أكثر من 70 مليار دينار جزائري. المنزه اليوم وكالبلازا إلى غير ذلك من المؤسسات الفندقية المنتشرة عبر مختلف مناطق من الوطن. إذن هناك مجهود يجب أن نبذله، هناك برنامج كبير، برنامج طموح، علينا أن نقوم بإعادة تأهيل وعصرنة وتحديث هذه الوحدات السياحية في أقرب الأوقات ممكنة.